ما اعرفش اذا كان يعني حتى لا محدش يقدر يجزم بالحقيقه، لكن الحقيقه الاساسيه اللي احنا نعرفها ان كان في قصه حب كان غيروا عليها جدا اللي كنت تعرف ده اكيد. لكن حكايه ان هو الجواز من عدمه ما نقدرش نجزم بيها، لكن المسلسل نفسه ما وفاش حياه سعاد، عشان كده حصل فيه مشاكل كتيره جدا، سواء بقى على مستوى السيناريو سواء على مستوى الاداء. يمكن الوحيد اللي استفاد من محمد رمضان صح. يعني المشهدين اللي عملهم في المسلسل اللي هو قام بدور احمد زكي كان يعني فرقت معاه كتير جدا، وده كان اول فنياً خطوه حقيقي حقيقي في كانت اول انطلاقه تقريبا ليه ان هو بيقلد احمد زكي العظيم بالزبط. احمد زكي. طيب عايزين نعرف بقى ايه لغز سعاد حسني في ان هي متصدقه في اي دور؟ بنت زوات متصدقه، فلاحه متصدقه، صغيره متصدقه، الكاميرا كاشفه، كاميرا السينما تحديدا بتجيب اللي جوه الانسان مش بتجيب الوش الخارجي، فهي كانت مؤمنه باللي هي بتعمله. أيوة. يعني انت شفتيها مثلا في الزوجه الثانيه، هي مش فلاحه بس هي في الزوجه الثانيه انت قدرتي تصدقيها في هذا الدور ان هي فلاحه. لما تشوفيها في الحب الضائع وقوره جدا جدا. ايوه طيب التفاوت ما بين الاثنين الدورين دول كبير جدا، ولكن هي كانت مؤمنه بموهبتها وكانت بتقدر تقنع اللي قدامها وتقنع الجمهور، عشان كده كان الجمهور بيحبها ويصدقها. شوفيها مثلا لما عملت أميرة حبي أنا كل استعراضات، أو خلي بالك من زوزو، ويعني أخيرا بقى خليني أقول أنه في أميرة حبي أنا كانت طالعة بتخون، يعني هي تعرف واحد من على مراته، بس كنا برضو بنحبها. يعني هتبقي شديدة هتبقي كويسة للأسف للأيقونة نفسها صح تغفر صح لها أي حاجة. لكن أنا بقولك أن سعاد حسني على مر العصور الموجودة دلوقتي ويمكن في الزمن القادم محدش هيقدر يوصل لها زي صحيح. احنا طبعا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وكان نفسنا نقعد مع حضرتك وقت اكتر من كده علشان كلام حضرتك بجد ممتع جدا. شكرا جزيلا الناقد الفني استاذ احمد سعد الدين. شكرا.